صباح الخير، معاكم انا الكوتش معتصم الحسنات. راح نحكي اليوم عن تمارين الصدر الاساسيه، شو الاخطاء، شو التمرين الصحيح لها لنتجنب الاصابات. تعالوا في البدايه راح نحكي عن تمرين ستريت بنش بريس. اكبر الاخطاء في هذا التمرين الجريب اللي هي القبضه لهذا التمرين. حتى يكون تركيزي على عضله الصدر خلال التمرين تكون اتساعي، اتساع كتفي اوسع شوي، يعني بكون الزاويه هون قائمه 90. اهم شيء الريست ما يكون متني، يكون الوزن كله ما يكون على الريست، يكون كامل. بطلع تمام، بفضل الكوع ما يكون قائم مع الكتف، يكون زاويه 75 تقريبا مش 90 حتى نتجنب الاصابه. بهذا الشكل يكون الجريب، بنزل باخذ نفس اب داون اب. خلينا ننتقل للتمرين اللي بعده، انكلاين داون بيلز بنش بريس، تمرين الصدر العلوي. اهم شيء يكون الوزن مناسب للشخص اللي بيتمرن، يكون الكوع ما بفضل يكون 90 عشان ما يكون الوزن كله على نص الكتف، بفضل يكون 75 تقريبا يعني لقدام شوي. بطلع اب فل بس بدون ما اخبط الوزن، جود، بنزل داون رينج اوف موشن، هيك بكون 1 2 النفس. نروح على التمرين اللي بعده، راح نحكي عن تمرين الهامر ديكلاين. في البداية بدي أتأكد من ارتفاع الكرسي، تكون الإشارة مناسبة مع كتفي هون، ويكون الجريب صدري السفلي. أهم إشي الجريب لما أمسك القبضة من هون تكون المسافة، في حال أمسك قبضة واسعة أو قبضة ضيقة تكون المسافة يمين نفس المسافة الشمال، حتى اعمل توازن يكون راسي لورا. بعمل سكويز على عضله الصدر، بنزل النفس في نزول بثبت